بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. طالب عبد المجيد السرحاني، طالب باحث في ماستر الوساطة الأسرية والاجتماعية بكلية الشريعة. نحن اليوم في الأجواء الاختتامية للنشاط الذي أخذته كلية الشريعة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وذلك بشراكة مع شركة أوزون. وكما هو معلوم فلا بد من الجامعات وكذلك الكليات أن يكونوا منفتحين على المحيط الذي يحيط بهم. وكلية الشريعة دائما نتفاجأ ونصر وكذلك بانفتاحها على المحيط وكونها سباقة إلى جميع الأنشطة التي تكون داخلها وداخل الكلية وخارج كذلك الكلية، ومجموعة من أو تأخذ مجموعة من الحملات التحسيسية كما شاهدنا مؤخرا مشاركتها بالحملة التحسيسية من أجل المحافظة على البيئة، وقد ابتدأت بندوة في يوم 21 مارس يوم الأربعاء، وذلك وكان في ذلك تكريما للمرأة وكذلك للنساء العاملات بشركة النساء العاملات بالنظافة شركة أوزون. وقد ابتدأت ذلك الافتتاح بتلك الندوة، وتبعتها ندوة أخرى يوم الخميس 22 مارس، وكان تناولت فيه مجموعة من القضايا وكيفية المحافظة على البيئة، وذلك بحضور مجموعة من الفاعلين الجمعويين وكذلك خبراء في المجال البيئي. وبعد ذلك كان هنالك مجموعة من ندوة أخرى بمكناس، وحضرها مجموعة من الأساتذة الجامعيين على رأسهم الأستاذ عبد الله القاسمي وكذلك عميد كلية الشريعة وكذلك الأستاذة بهجاء الغياتي، وتم معالجة الموضوع البيئة بشقيه من الشق القانوني والمنظور القانوني عفوا وكذلك المنظور الشرعي. وعرف ذلك حضور طلبة الماستر الوساطة الأسرية والاجتماعية، وأطروا ذلك النشاط داخل ذلك الندوة. وبعد ذلك نحن اليوم في هذا الاختتام، في أجواء الاختتام لذلك الحفل في او عفوا الحملة التحسيسية، وشكرا.